كاردي أليكس 2018؟ والله هو انا شايفاه حاسه ان في نمو بيبقى احسن، شايفه في ليكتشرز زياده وسيشن زياده وتوبيك مختلفه وكتيره، وده اكيد حاجه احسن يعني ان احنا نعرف الابديتس والليتست في كل حاجه وننقل الاكسبيرينس بينا وبين بعضينا، يعني حاجه كويسه يعني. كلام جميل ان شاء الله. كاردي أليكس يفضل يطور سنه عن سنه. ممكن حضرتك تكلمينا على النيرسينج كير بيفور اند افتر البي سي اي؟ النيرسينج كير نقول الاول على البي سي اي، انا بستأذن المفروض ان انا بمضي على كونسنت، انما هو دي حاجه دوكيومنتيشن ليجال يعني قبل ما يدخل الاوبريشن. بنعمل تشيك على الرينال فانكشن بتاعته، اليوريا والكريات، عشان لو في اي ابنورمالتيز بيتعمل بروتوكول ما بيعملش. تشيك على الفيتال ساينس، لو في اي حاجه ابنورمال ما بيدخلش البي سي اي. في بقى بريباريشن ثانيه يعني انسرشن للفولي او كوندوم تيست او كانيل انسرشن لللاين، ولو ماشي على انتي كواجرنت او كواجرنت بشوف الميديكيشنز اللي ايه اللي هتتقف وايه اللي مش هتتقف، والبيشنت طبعا بيبقى فاست يعني. بس الافتر بقى البيشنت بيطلع لي طبعا ده تشيك الكونشسنس بتاع البيشنت، بشوف طالع واعي وفايق وكويس، بشوف الفايتال ساينس بتاعته، بشوف ضغطه عالي او ضغطه واطي على حسب يعني، بس هو غالبا الحمد لله الحاله بتطلع عندنا كويسه الحمد لله. بشوف لو في بليدنج او في هيماتومه، بحس الدورسال بالس. حالات البي سي اي كمان بيتعمل لها حاجه اسمها فلاشنج، ديت بنعمل فلاش كده للفيبر الارتري، لان ده لارج فوري في لارج ارتري ممكن يحصل فيه كلوتس او يحصل فيه حاجه، فبنعمل كل شويه فلاشنج دوت عشان ما يحصلش كلوتس، تعمل اي مشاكل بعد كده لا قدر الله. ميرسي جدا لوقت حضرتك.